صباح الخيرات، صباح الكوليكشن الجديدة. أول حاجة إلا شفتوا هاد الموديلات شنو تقول ليها؟ تقول لي سبور 100% صبر ديالة ياكو. موديلات اللي هما شتوين وفنين، أنا غنوريهم لكم. وأنا لابسة نفس الموديل في الخضيضر، ديري لي بيجو خضرين الصباح مخضرين الدنيا. شوفوا لي كيفاش نسقتها. طبعا هي بالعقيدة تقدروا تسدوها، أنا فضلت أنني لبستها مع واحد شينيك نوار، بونطالون نوار أو لي بوت. شتو خرجت من الصبر ديالة لي بوت بلي طالون، وشوفوا كيفاش كتجي لي طاي اللي فيها من 38 حتى ل 50، يعني كاع لي طاي كاينين. الجديده ديالها بحال هكا، فيها اللوينات بزاف. الا بغيتوا اللوينات ديالها غنصورهم لكم، وراهم ايفازي. اللي عندهم لي اونش راه غادي يعجبكم بزاف الموديل، لانه كما قلت لكم ايفازي. ولا بغيتوا اللوينات قولوها ليا غنصورهم لكم. الاحمر راه خارج هذا العام موضه سويت من نوفيل كوليكسيون، انا كحاز باش تقدروا تشوفوهم. قربت هنا باش تشوفوا لي ديتاي كيفاش دايرين. وكحاز لور ميم الجين اللي سولوني عليهم على الجينات اللي هما لارج هما دخلوا بالجين، الثمن ديالو 300 درهم. بالنسبه اللي تجي لارج فيهم الكحل، فيهم اللون الاسود. ولي هذا زرق الا لاحظتوا راه فاتح. كاين هذا اللون اللي حتى هو الجين اللي غامق، كاملين لارج ولكن مختلفين في الالوان. بالنسبه لي سويت راهم اوفر سايز. اللوينات اللي فيهم كاين هذا البلو سيال، الشورا مخرجين اللوينات اللي هما رائعين هذا العام. كاين هذا الزرق هذا، شوف كيفاش داير. اللون الرمادي محبوب ديال الجباهر في فصل ديال الشتاء. اللون الاسود اللي هو سيد الالوان وملك الالوان. اللون الاخير اللي لابسه اللي هو الفوشيا. ضروري تخليوا ليا ان اللوين عجبكم. بالنسبه لي سويت دايرين 400 درهم. كنت نوريكم هذا الموديل لان تبارك الله عرفتو بريسكو ما بقاش ليا، وانا باقا ما صورتوش كاع. كتعرفوا كنجيب السلعه للمكازا ما يمكنش ليا نصورها كل دقه واحده، من بالي هذا كيمشي قلت خليني نصورو ليهم باش يشوفوا. باقا فيه لا طاي 38 و40 و42 و44 في هذا اللون. الكحل باقين فيه كاع لي طاي، حيت الكحل باقا ما جبتوش دونك ما شافوهش، شافو غير هذا في المكازا. اللي كيشوف هذا كيبان له بحال راه موديل سبورتيف، بحال سيرفيت، بحال مي هو راه طقم تلبسوه بشكل كلاسيكي بشكل سبورتيف. الكاليتي ديال الثوب واعره، مستحيل تحبب لكم ولا شي حاجه. وشوفوا الطول ديالو تبارك الله كاين طويل ومحترم مع هذا المونطو. هذا المونطو سولوني عليه بزاف، بقى 41 هو الوحيد اللي بقى. شوفوا الساكيجات. واللون الثاني طبعا هو الاسود سيد الالوان. شوفوا ليا كيفاش كيجي، عرفتوا الكاليتي ديال الثوب كيفاش دايره، راه ما يمكنش. الكاليتي ديال الثوب رائعه. شوفوا الطول ديالو كيفاش كيجي. وهنا هذا الكحل نسقته مع هذا المونطو اللي حتى هو ديال الكاشمير، فري كاشمير. شوفوا فين كيجي، حتى هو طويل. شوفوا الحد ديالو كيفاش كيجي، كيجي حتى هو زوين وانيق. هذه اللبسه هي اللي اختاريت انا الا ناخذ اليوم ديال عيد ميلادي. وكالعاده ضروري تختاروا معايا اللون اللي عجبكم اكثر. والعاشقات الموديلات اللي هما طوال غادي نوريكم هذا الموديل اللي تقدروا ديروه مع السبرديله كما تقدروا ديروه مع الصبيبيط. انا لبستو لكم هنا بشكل كلاسيكي، راه فيه عقيده تحت لتحت وانا ما سديتهمش. بزاف اللي كيبغيو هذا النوع ديال لي تشينيك اللي تيكونوا طوال. المقاسات من 38 من 40 عفوا حتى ل 50، والثمن ديالهم 650 درهم. انا نوريكم الموديل كيفاش اللوينات اللي فيه. في اول حاجه الزرق اللوين القهوي، اللوين الثالث اللي هو اخضر زمردي الفير امرود، اللوين الرابع هو الاسود اللي لابسه دابا. ضروري تقولوا لي ان اللوين عجبكم اكثر. لي طاي كما قلت لكم من 48 حتى ل 50. كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، هذا الموديل فيه بزاف ديال الخامات، وهذه الخامه هي المتوسطه. هذا سخون متوسط، هانتوما غادي تشوفوا الثوب كيفاش داير. ولكن راه تبارك الله ديال هذا الوقت اللوينات هذا العام خرجينهم. يا سلام هذه اللوينات المبهجين كنشوفوهم في الشتاء. لبست لكم نفس الموديل بخامه سخن، كان سخون بزاف مع الباسكيت، وقلت لكم راه تقدروا تستغلوه حتى في الخدمه. عاد لبسوه بشكل كاجوال. شوفوا لبستو انا مع هاد الصبيبات ديال لوروبيانا هاد المكاسه، ومع السروال دغوا. وشوفوا اللبسه كيفاش جات، يعني ديال البيرو نفس اللبسه تقدري ديري مع السبرديله في الويكاند، واراك الجري مع الوليدات ولا تخرجي ترتاحي مع راسك. بالنسبه للثمن 650 درهم. المقاسات من 38 ل 48. اللوينات اللي فيهم طبعا الاسود ملك الالوان، اخضر ملكي، ويا سلام على الاخضر ملكي، ومحبوب الجماهير اللون القهوي. وضروري تقولوا لي ان اللون عجبكم بزاف.
نكمل معكم في الكوليكشن جديدة. إلا تواصلت معي واحد الكليونت وبغات تشوف الموديلات اللي خفافين كما كتعرفوا حنا في كازا والنواحي ما عندناش شي برد خطير. شوفوا السنيسلة هنايا كيفاش دايره, هاد الشيء راه ما كيصديش ما كيتبدلش اللون ديالو. دونك قلت لكم في النواحي ديال كازا ما كاينش شي برد خطير, فإلا بغيتي تلبسي المونطو كتحتاجي شي حاجة خفيفة. داكشي علاش بغات هذا راه اوفر سايز, كنوريكم الكتيفات كيفاش داير الكتيفات كيفاش دايرين. وكيجي الموديل بحال اللي فيه جويبات, هما راه ماشي جويبات غير مدايرين فيه بحال هكاك بحال ان فيه جيب. اللون الثاني اللي في هذا الموديل هو هذا الفيولي, حتى هو كيجي غزال بزاف. بعدا راه برعونا باللوينات في هذا الشتاء, ما بقيناش محصورين في القهوي والكري والتدرجات ديالو. شفتوا كيفاش هذا اللون حتى هو كيجي, وسبحان الله هاد جوج اللوينات كيجيو مع السمرات والبيضات. وزيادة على الجو كما قلت لكم هنا ما سخونش بزاف, كاين اللي تتكون في البخي مينوبوز ولا في المينوبوز ما كتحملش سخونيه. دونك هذا الموديل تيجي راقي, كيتلبس مع السبرديله مع الصبيبات كما كتشوفوا, كيجي زوين بزاف. خليو لي ضروري رايكم ان لون حسن خضر ولا الفيولي. هذا الموديل كلكم بقيتو كتسولوا عليه, هو موديل اللي هو شتوي. انا كنقرب باش تشوفوا الخامه ديال التوب, تبارك الله التوب راه سخون دابا ديال هذا الجو ديال الفصل ديال الشتاء. بالنسبه لهاد التونيكات الثمن ديالهم 650 درهم, ولي طاي ديالهم من 38 حتى 48. اللون اللي شفتوه فيولي, وهذا اللون اللي هو قهوي. شتو القهوي ديالها كيفاش داير, اللون اللي هو شتوي وكيفضلوه بزاف ديال الناس. في الفيديو اللي فات لبستو لكم مع الباسكت, ودابا لبستو مع المكاسان باش يبان لكم ان كيجي مع المكاسان. هذا فيغ رويال كيجي حتى هو غزال. والاسود ديال الاسود اللي هو ملك الالوان, شوفوا لي الاسود ديالها كيفاش داير. اللي زوين في الكحل انها ما كتهزيش الهم الفولار, تقدري ديري اي لون وغادي يجيك زوين. شوف كيفاش كيجي. دونك هادو هما اللوينات كاملين, وكيف ما كنقول لكم ديما كيف العاده ضروري ما تقولوا لي ان احسن لون عجب.